انا لفحل وابن لفحل، انا لفحل وابن لفحل، انا اللي بكتبر نزل، انا اللي بكتبر نزل، انا الحراق المنصفي، انا الهجاب المحتري. انت شيلي رسيت يا عرب يا عرب احنا نريد شريخ بين الغيوم، احنا ما نتعاند احنا اللي نعاند، احنا ما نتعاند احنا اللي نعاند، دورة ما احنا حشكي برميح مشاهد، دورة ما حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. أي شخص يحب يتصل يقدر يتصل بينا على أرقامنا اللي تظهر أسفل الشاشة، عندكم ذني الرقمين تقدرون تتصلون بها من داخل العراق من زاخو إلى الفاو. أما الأرقام اللي راح تظهر الآن فهي مخصصة، عندكم ثلاث أرقام مخصصة للداخل وللخارج، من أي مكان على بقعة الأرض تقدرون تتصلون بينا. وأما الرقم الأخير اللي أمامكم الآن هذا مخصص لبرنامج الواتساب، ما أقدر استقبل أي اتصال أو رسالة صوتية على هذا الرقم، فقط رسائل مكتوبة وأتمنى تكون مطبوعة باسمكم ومكانكم. قبل ما نبدأ الحلقة نحب نذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين أدها تردد جديد، ترددنا هو 10727 على مدار القمر نايلسات، أكرره 10727 على مدار القمر نايلسات. فأتمنى أنه السادة المشاهدين يلزم ريموت التلفزيون ويدخل على إعدادات الريسيفر اللي موجودة بالبيت ويدخل هذا التردد الجديد حتى نظل مستمرين وياكم 24 على 24. أما بخصوص حلقة اليوم، اليوم العراق بمشاكل هواية، يوم الاتفاق بين الوقفين، يوم قانون الانتخابات، هسه بالجديد طلعوا لنا قانون جديد هو قانون جرائم المعلوماتية. قانون جرائم المعلوماتية اللي تحديدا خلى الشعب العراقي عبارة عن إيديم بالكلبشات 24 على 24، لأنه أي منشور أي شخص مسؤول يقدر يفسره بما يعجبه يتساءل من وراه. بالمقابل مطرت الدنيا ببغداد، ولما مطرت الدنيا ببغداد وجدنا أنه محيطات وأنهر وبحار في كافة مناطق العراق تحديدا في مناطق الوسط والجنوب، بغداد غرقت والفيديوهات موجودة وبكثرة، ما بقى غير بس العراقيين يشترون بلام ويفترون. زين، انتو حرتولي بقانون جرائم المعلوماتية وبقانون الانتخابات وبتوزيع الأوقاف وتقسيم الأوقاف العراقية بين الوقفين السني والشيعي، حرتولي بهذن كلهن، بس شبكة صرف صحي ومجاري مثل وادم حتى من تمطر الدنيا بالشتاء ما تغرق بغداد ولا تغرق البيوت ولا تغرق المحلات، ولا الشعب العراقي يخسر البضائع بالمحلات وبالشركات وبالمولات، ولا يخسرون أثاثهم وأجهزتهم الكهربائية ببيوتهم نتيجة الفيضان اللي دا يصير بالعراق. هذا ما فكرت به، فكرت شلون تتعاركون على الحصص، بس ما فكرتوا شلون الشعب العراقي دا يعيش، فكرتوا شلون تنهون التظاهرات، بس ما فكرتوا شلون تكسبون المتظاهرين لما تسوونهم شبكة صرف صحي مثلا. هاي وحدة هي مو بس المجاري، إذا سويتوها يعني العراق بخير، هاي وحدة. فكرتوا بهواية أمور، ففاضت الدنيا ببغداد وبالمقابل أدنى قانون جرائم المعلوماتية. زين، قانون جرائم المعلوماتية إذا بصيغته الحالية اللي هو إذا فسره واحد بما يعجبه أو يشاف بوست أو منشور لشخص أو أي مواطن بالعراق ومن ضمنهم الصحفيين والقنوات ووكالات الأخبار والإعلاميين اللي هم من المفروض أن يعتبروا سلطة رابعة اللي ما حد يحاسبهم على اللي يحكوه،
ما يعتبر تكبيل لحرية التعبير، إضافة إلى أنه أكو مادة بالدستور تقول حرية التعبير مكفولة. زين شلون حرية التعبير مكفولة وأكو قانون دا يريد البرلمان يقره هو جرائم المعلوماتية اللي هو يكبل حرية التعبير؟ فهذا هو الموضوع اللي نريد نحكي به. أبو الحسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم أستاذ أسل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وأحيي قناتكم التي تنقل الحقار. حياك الله أخوي العزيز. بالنسبة للقانون الجديد اللي وضعه حكومة الاحتلال وبرلمان الاحتلال حول تجريم الإلكتروني، أولاً عندهم قانون أما بوقتها من طار الدستور الاحتلال أنه كيف الحرية الرأي والتعبير. فيريدون يموتون الإنسان العراقي أنه لا يعبر عن رأيه ولا يعبر عن ما يدور بخلقه، وبعدين ما يريدوا يعبر عن كل شيء ضد الحكومة، وبالتالي هاي منع الحريات. طبعا هناك المتظاهرين، قسم من المتظاهرين الآن اللي يعبرون عن رأيهم من خلال تظاهرات، من خلال فيسبوك، يتابعون النشطاء ويتم اغتيالهم، وقبل يومين اغتالوا 2 من النشطاء في بغداد لأنه يعبرون عن رأيهم ومطالبهم المشروعة التغيير النظام السياسي الفاسد. 2 عملية الفيضانات في بغداد نتيجة الأمطار غير معتلها، وبالتالي شوف بغداد فاضت نتيجة الأمطار، والحكومة ملتهية بالمشاريع وأيضا وسرقت أموال العراق. نعم. فحكومة جتي من خلال الاحتلال، ما جاية تخدم شعب ولا جاية حكومة وطنية، وإنما حكومة احتلال، حكومة جاية تدمر العراق وتدمر البنية التحتية وتدمر المواطن العراقي، من خلال مضايقته ومن خلال عدم وجود خدمات وعدم وجود ناس وطنيين يحكمون العراق. فهذه الحكومة جت بعد الاحتلال، فهي الحكومة من جت برا الاحتلال وأسقطت النظام الوطني، كان نظام موجود وقوي، هم جوا أسقطوه في سبيل أنه يدمرون العراق ويدمرون الشعب العراقي والمواطن العراقي، يقتلون بالروح الوطنية. وهؤلاء هم طبعا عملاء للاحتلال، وإحنا نعرف من 2003 ولحد الآن ما بنوا شيء في العراق والشعب العراقي. دمروا البنيان الأولي اللي بنت الحكومة العراقية بزمن صدام حسين، دمروه واستولوا على القصور الرئاسية، وبالتالي نشوف المشاريع مكبلة وكل أموالها سرقت من السياسيين والبرلمان. فأين الخدمات؟ أين القانون حرية الرأي؟ كل واحد يعبر عن رأيه، قدروا له قرار هذا الدستور وهذا القانون على مود حتى يكممون أفواه العراقيين، وبالتالي حتى يزجون أكثر عدد ممكن من الوطنيين اللي يعبرون عن رأيهم لخدمة العراق وتغيير هذا الوضع السياسي الفاسد وأيضا محاسبة القتلة. فنشوف انه يومية قرار هم المستفيدين منه، لان قرارات اللي يضعوها بحيث انه احنا من جانبهم، شوف ثاني يوم صوتوا عليها، وبالتالي شوف هم حتى يستفادون، وانما اللي يفيد الشعب العراقي ما يصوت عليه، اما يلغوه اما يخلوه فترة طويلة يلا يصدرونه بعد مضي 2 او 3 او الدورة الثانية، مجيء الدورة الثانية حتى يقولونها صوتوا الدورة الاولى مو احنا. فالحقيقة الغش موجودة، وايضا تكبير الحريات موجودة، وبالتالي هاي الامطار تشوف هسه بغداد فيضانة، هاي مدينة الصدر اول البارحة ما حد يقدر يخشها لانه المجاري
والمياه شوف تفتت الشوارع والمجاري مسدودة. زين لجنة الخدمات في البرلمان ما تشوف هاي الصواب، ما تشوف الشعاب، ما يبترون، تشوف عملية السرقات للمشاريع وأموال العراق من قبل السياسيين والبرلمانيين بكثرة، وأيضا يريدون ينهون الثورة اللي ثاروا من خلالها على الحكومة العراقية والبرلمان في تشرين 25/1 عام 2019، فيستهدفون الناس الوطنيين اللي يعبرون عن رأي الشارع العراقي. وبدأوا يرتادون الناس النشطاء حتى يقتلون الثورة أو يكبلون الثورة. وإن شاء الله الثورة مستمرة. نعم، شكرا شكرا لك ابو الحسن من بغداد. ابو علي من واسط، حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام، ومساء الخير لجمهور الرافدين. مساء الانوار. يعني هذا مو اول مره بالعراق يصير فيضان، يعني هو مطر 3 ساعات يمكن او 4، بس مو اول مره بالصيف العراقيين همين يعني يشتكون من قطاع الكهرباء وغيرها، لأن أساساً يعني إحنا كشعب عراقي إحنا مظاهراتنا مظاهرات الصدفة، شو وقت ما تنقطع عندنا خدمات الظاهر. يعني العراقيين فلا يستغربون من أشخاص يجوا من برا ما عايشين بالعراق، لأنهم يدون أساساً ما لهم مكان بالعراق، وحتى من كانوا يسمون أنفسهم بالمعارضة كانوا يدعمون الدول اللي تعادي العراق، والدول ما كانت تعادي صدام حسين، كانت تعادي الشعب. يعني امريكا من فرضت حصار على العراق، ما فرضت على صدام حسين، فرضت على الشعب اللي ماتوا من الجوع، الشعب الاطفال ماتوا. زين ايش تتوقعون من اشخاص يجون يعني يحكمون بلد، يعني يحكمون العراق؟ يعني كمعدل موازنات العراق من 2003 لحد اليوم 100 مليار دولار، هذا معدل يعني صادت ونزلت. زين وين راحن؟ اكيد راح نبطونهم انتم، يعني على الاقل شوفوا وجوههم قبل ما يجون وشوفوا وجوههم هسه، بس ما شاء الله عليها بين عليها ما يسمى بالخير، هو مو خير بس هو اكل السحر. فيا اخوان احنا ما نلوم هذول ناس، هذول ما عايشين بالعراق، وحتى اللي عاشوا بالعراق واللي من ضمنهم اساس انهم طالعين من الشعب اللي هم جماعه مقتدى الصدر وشلته، ناس شافوا انهم اساسا يعني مع الاسف اتباعهم ما عندهم مخ يفكرون. يعني مقتدى رجل متقلب، هو مسك الخدمات من 2008 لحد اليوم، وهذا فشل ذريع. من يقول مدينة الثورة ما كحل يقدر يطبها؟ أكيد. زين ليش يرجعوا ينتخبوه مرة ثانية؟ ليش ينتخبهم إحنا مرة ثانية؟ فهذا ترى مو ذنبهم أستاذ، يعني اسمح لي بالكلمة هذه، لا تلومهم هم، لوم اللي وصلهم لهذا للحكم، لوم اللي خلاهم لحد الآن يستلمون. يعني كأنه العراق ما بي سياسي، يعني حتى الأهل الغربية واللي هم ما يسمون بالسنة اليوم اجوا ناس يعني كانت ما عندها فلوس تستغني تملك البلد، فهم فاجتهم اليوم يجي من القانون 4 إرهاب. قانون 4 إرهاب اساسا يعني اي واحد الان يروح خابر تليفون اقول استاذ اثل هو شفت عنده 4 من تنظيم القاعده تنظيم داعش، خذوا دبوا بالسجن وراح بدون لا يحققون وياه. فاليوم القانون الجديد هذا قانون مالت الجرائم المعلوماتيه على اساس هم يطلعون اللي يستفزون الناس اللي يطلعون اخبار كاذبه، لا هذا يقول لك انا شكو واحد بعد يحكي على الحكومه راح ادبه بالسجن. وقال هذاك اليوم الكاظمي قال احنا اكو ناس تحشد علينا من اللي يسمونهم الذباب الالكتروني ويدون يسقطون الحكومه، فهو من شرع هذا القانون وخاطره هو حتى ما حد يقف وياه، لان يريد يفوز بالولايه القادمه للانتخابات اللي يسويها واللي متاكدين من هسه إذا صارت طبعاً، لأن هي عدة 3 عقبات لحد الآن ما انتهت منهم، وآخر شيء المحكمة الاتحادية، وإذا صارت التزوير موجود، لأن المفوضية ما غيرها، مفوضية طائفية جماعتهم اختاروهم بالأحزاب ولازم يرجعون، فلذلك إحنا من نقول إحنا غرقنا يا إخوة، لا تقولوا غرقنا، قولوا لهم طلعوا مظاهرات وقعدوا. اما تجوني تقعدون بالبيت تقول والله احنا غنى، هذا كل سنه احنا نشوفه، هذا مو جدي على العراق. نعم شكرا شكرا أستاذ. شكرا لك ابو علي. محمد من واسط، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام اخوي العزيز. هلا بيك اخوي. من خدماتنا يعني
يعني كلكم اكلوا. بس محمد اذا تقدر تغير لي مكانك لان الصوت ده يقطع وما دا افتهم عليك. اي نعم اخوي. محمد الو. اي عيني شباب، انا فايضة. الماء انا طاب لبيتنا وربانين، الماء خدمات ولا كنتي. نعم. يعني فريق الفكرة محل هذا السين بعد راجع الحكومة وراجع الوزيطة يا طولة قل لك نطلع لك سيارة مطالع. شكرا شكرا جزيلا لك اخوي العزيز محمد. بس صدقا اكو مشكله بالصوت، ما دا اسمع شيء، بس اللي افتهمته انه خدمات ماكو ويعني صرف على البلد ماكو. وواحده من المشاكل اللي دا يعاني منها الشعب العراقي هي خدمات الاتصالات، اللي مثل ما شفتوا اتصال الاخ محمد ما قدرنا نفتهم من عنده شيء، لانه المواطن العراقي دا يعطي فلوس وده يدفع اللي عليه، بس بالمقابل الجهة الثانية اللي ده تقبض فلوس ما ده تطي اللي عليها. يعني المواطن العراقي ده يعطي فلوس اتصالات، ده يعطي فلوس شبكات، ده يعطي فلوس انترنت، لا ده يحصل شبكة انترنت مال وادم ولا ده يحصل شبكة اتصالات بحيث يقدر يتصل بالناس مثل وادم. والحكومة العراقية حيرت لنا بالأوقاف، حيرت لنا بالمباني، حيرت لنا بعقارات الدولة، حيرت لنا بالبوق بالنهب، حيرت لنا بال قانون جرائم المعلوماتية، بس خدمات ما عايرة بيها. شوارع تفيض وتصير عندنا محيطات بغداد ما عايرة بيها. هاي لو دولة متطورة ويفيض بيها شارع الله اللي يعلم شي يسوون. صباح من بغداد، حياك الله. صباح. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام أغاتي. بالنسبة للي جاي يصير والفوضى اللي جاي يصير هسه ببغداد، يعني واعتقد استاذ الشارع العراقي هم ايضا ما عنده وعي، يعني وعي ما عندنا احنا، يعني شلون يعني 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 كل الناس دارسه وفاهمه وتعرف ان دول اللي يحكمون 18 سنه يعني ما بيهم شارع، يعني ما بيهم امل ان ينهضون بالعراق، يعني ما وراهم اي خدمات ولا وراهم ان ينقذون العراق من ناحيه الاقتصاد البلد او الخدمات او بناء دوله، دول مو رجال دوله. الشارع يعرف هالشيء، لكن يعني الفترة هاي كلها 17 سنة مو قليل في سبيل إن يطلعون عليهم ويتظاهرون ضدهم مظاهرات حقيقية، مو مثل بعد ما صارت المظاهرات يعني ضعفاء الأنفس اللي باعوها ببغداد وغيرها ساحة التحرير وغيرها. المفروض بالشارع العراقي كله ينتفض ضد محافظ بغداد وضد اللي مسؤولين عن هذا اللي جاي يصير حاليا ببغداد من غرق بغداد. بغداد غرقت بالكامل، يعني هاي فضيحة في جبين الحكومة، وفضيحة أيضا يعني 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 محافظ بغداد نعم أخ صباح. ألو. أي وياك أخوي. العفو صار. فالمفروض محافظ بغداد النزاهة اللي تسمي نفسها نزاهة وهي تحاسب بكل الوزارات ومسلطة على الوزارات، وإحنا نعرف أن النزاهة تابعة الأحزاب، المفروض يحاسبون أمينة بغداد أو أمين بغداد يحاسب ويقول له ليش هذا الفيضانات اللي صارت في المناطق، كل مناطق بغداد غرقت، حتى المناطق اللي جديدة وحديثة وبيها بيها كانت خدمات غرقت مثل الغزالية والخضراء وغيرها. نعم نعم. والبياع وكل المناطق غرقت، وين البنية التحتية اللي بنوها، وين المجاري، وين الصرف الصحي في بغداد اللي صرفت عليها ملايين الدولارات، تم صرف ملايين الدولارات، ليش ما النزاهة تفتح ملفات التحقيق ضد الفاسدين الحقيقيين؟ ما حد يقدر يحاسب أحد، لا حد يقدر يحاسب محافظ بغداد لأن تابع الحزب وأكو ميليشيا تدعمه وحاميته، ما حد يقدر يفتح ملف لأن القانون بديهم، القانون بديهم والنزاهة بديهم وكل شيء بديهم والسلطة بديهم، فهذولي ما وراهم رجع، لا راح يبنون الدولة وراح نبقى احنا هيك كما الحال هذا، لا نتقدم ولا أي شيء. وحتى وصلت المرحلة الراتب قام يستجدون من البنوك الأهلية اللي هي تابعة بالأساس لهم في سبيل بس يطون رواتب، إذا المنافذ والبيع النفط وين راحت الفلوس هاي المليارات؟ يعني سنويا يبيعون 100 مليار دولار، وين تروح اللي هي ما تكفي اساسا بس رواتب، يعني تنسرق كلها
وساعدهم جارة السوق إيران في الأزمة اللي تمر بها الخانقة الاقتصادية، نعم. وحول وسرقهم كل الأموال وراح بتهريب لبنان والإيران في سبيل يساعدوهم وما يريدون إيران نعم. تسقط، في سبيل يسقطون العراق السياسيين اللي الولائيين، وأما بلدهم يعاني ونقص بالخدمات وجوع وفقر وبطالة واغتيالات ومخدرات، هذا كلها ما يعنيهم، يحترق العراق في سبيل بس إيران تبقى ما تسقط وتبقى نعم. دولة نعم. إيران. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لك أخ صباح. أم كرار من بغداد، حياك الله يا أم كرار. أم كرار انقطع الاتصال ويا الأخت أم كرار، أتمنى تتصلين بينا مرة ثانية حتى نسمع رأيك بالموضوع. أبو زينب من النجف، حياك الله. الله محييك، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. بالنسبة لهاي المهزلة المستديمة في كل شتاء، نعم. أنا عندنا بالصيف مهزلة انقطاع التيار الكهربائي، نعم. المهزلة الشتوية اللي هي شغلة تصريف مياه الأمطار، دام هسه صارت اثنين في واحد اخويا ابو زينب، حتى يعني تكون بالصوره، يعني محط مولدات الطاقه الكهربائيه ببغداد قامت تنفجر نتيجه الفيضانات والمي اللي دا يصير عليها، فهمي انا صارت فيضان وكهرباء ماكو. اي طبعا طبعا، هذا احتكاك وجزء ناس ينقتلون بسبب النكاح الكهربائي على كل. نعم. الرئيس الفرنسي الاسبق شارل ديغول، نعم. شارل ديغول لما راد يترك قصر الاليزيه، نعم. هناك قلت انه يحط له كلمة 10 ساعات ما تخلص، يعني ما تتجاوز كلمتين كن سطرين او ثلاثة، نعم. وارتجالة قالهم اشكركم على ملكم اياي طيلة الفترة المنصرمة التي حكمت بها البلاد، ولكنني تركت لكم اعظم حضارة. فقام لواحد من الموجودين قال له ما هي الحضارة اللي تركتها لنا يا سيادة الرئيس؟ قلنا المجاري. فخربوا وضحك وصفوا قولة عبالهم في الدعابة يريد يقولها قبل ما يروح. من خلصوا قالهم لا انت ليش تضحكون؟ سويت لكم مجاري وتعالوا تفضلوا وياي. راحوا ويا كلهم، كل السياسيين والوزراء وغيرهم على كل. نعم. لما شافوا المجاري بحيث تخف 3 فاردونات قطار فوق بعضها ويزود. ويزود. احنا تعرف المجال اللي عندنا سولناه بعد 2003 شنو؟ نعم. البوري يتجاوز قطره 25 الى 30 سنتيمتر. ابو زينب بجوز الصخره ما لعبوا عوب بعدها بالمجاري. ها؟ يجوز الصخره ما لعب عوب بعدها بالمجاري، ما يعني حاصره المجاري وما ما تنفتح. يعني غير عذاب اجوا. شفت بالناصريه طلعوا بالشارع. بالشارع بين جابوا شبشة وصادوا سمك. هاي بيا دولة صايرة بالعالم، هم يفكرون من هالسيم خطوا منا للموظف. 2021 راح نسوي ادخار اجباري من الموظف فقط الراتب الاسمي، اخور الراتب الكلي ما جاي يكفي ايجار ومصرف وكذا وتيجي تخليه على الراتب الاسمي. وبالمناسبة لحد الان ما مسلمي الراتب وزارة التربية، لا شهر لا شهر العاشر ولا شهر الدعش، وهم قالوا انه ما راح تتكرر شغله شهر ايلول الشهر التاسع. يا ابي شنو السبب؟ قال والله القوائم لحد الان ما كملت. طيب وين كنتوا وش كنتوا تسوون؟ صار لكم 62 يوم، 62 يوم ايش كنتوا تسوون؟ زين، وتجي الى كل مديريه التربيه تقريبا ربع طاقم الموظفين هم بالحسابات، هذول شو يسوون؟ ما جايبتين يعني لو استقطاع لو كذا رأسا يسوون فيها ينجزون فيها بلحظات. زين، زيادة راتب كذا. بعدين حسب ما قالوا خبراء قانونيين ومن الخبير الكبير الأستاذ طارق حرب يقول أي اقتطاع من راتب الموظف أو تخفيضه لا يجوز، لأن هذا منصوص عليه بقانون، يجوز فقط الزيادة وليس النقيصة. فإحنا نعول على الجيل الجديد ونعول على الناس متظاهري تشرين أن يقفون يعني مثل السهم بعيون الموجودين هذول المسمين جزافا بالسياسيين.
يا اخي اذا ما عندهم قابليه هسه تترك الاحزاب، جيبوا ناس كفؤين خلي يشتغلون، خلي يطورون البلد. نعم. وابشرك اليوم السعوديه بعد الضغط الناتج للاحزاب الغت الاتفاقيه بالاستثمار في العراق. والسلام عليكم. شكرا ورحمة. شكرا ورحمة. لك ابو زينب. ام كرار من بغداد رجعت لنا مره ثانيه، حياك الله يا ام كرار. ام كرار يبدو انه انقطع الاتصال بها مره ثانيه. نافع من المانيا، حياك الله يا نافع. مساء الخير يا حبيبي. مساء الانوار اغاتي. بالنسبه للخدمات العراق بصوره عامه، نعم، اول شيء نسبه الاهل الايزيدي خلينا نبلش منو اهل الايزيديين، يعني يزيدي من 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 كردستان و نعم 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 اليزيديين ايش بيهم؟ اليزيديون يعني خدمات ولا خدمه عنده، يعني صار اكثر من 6 سنوات ما يقدرون يرجعون على 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 بيوتهم. نعم، قضية اليزيديين تنطبق عليها، يعني هي من ضمن قضية النازحين ومشاكل النازحين بالعراق، لأن النازحين بالعراق اليوم ما يقدرون يرجعون لمناطقهم لأن مناطقهم مدمرة وما بها خدمات وبيوتهم مهدمة وكل شيء، يعني ما مهيئ لأن يعودوا النازحين إلى مناطقهم ومن ضمنهم اليزيديين. نعم تفضل أخ نافع. نافع بعدك وياي؟ ايه نعم فيك حبيبي. تفضل اخوي. ونسبة الاهل البغداد والبصرة والجنوب على الشمال، يعني اكو ناس يعني حتى بيوت حتى السكن ما عنده، يعني حتى السكن. احنا نتابع، احنا بالخارج المانيا والغير المانيا، احنا نتابع الوضع العراق بسرعة عام، يعني مو معقولة صار 2003 سقطت النظام لحد الآن ولا استقرار في العراق. شوف الدولة العربية، الدولة العربية يعني أحسن من دولة الأوروبا ما عدا عراق. نعم ما عدا عراق، يعني ما عدا عراق، عراق يعني صار والله واحد يخجل يقول أنا عراقي مع الأسف. نعم شكرا جزيلا لك أخ نافع. أو مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم متواصل وياكم بس بفاصل قصير، لا تروحون خلوكم ويانا. الحرية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. نحب أن أذكر السادة مشاهدين مرة ثانية أنه عندنا تردد جديد، تردد 10727 أفقي على مدار القمر نايسات، فنتمنى تدخلون هذه الإعدادات الجديدة بأجهزتكم. اللي شفتوه بعد الفاصل بهذا الفيديو هي مطالبات الشعب العراقي في الحرية للصحفي أو الناشط العراقي المختطف سجاد العراقي. الحكومة العراقية ما فكرت به، ولا فكرت بالفيضانات، ولا فكرت بالكهرباء، ولا فكرت بالماء، ولا فكرت بأي شيء يخدم الشعب العراقي، بس فكرت بقانون جرائم المعلوماتية. ليش؟ حتى الشعب العراقي يظل ساكت ويخاف من السجن ولا يفضح جرائمهم. أبو رسول من الحلة، حياك الله يا أبو رسول. انقطع الاتصال ويا أبو رسول. طبعا اليوم أكو مظاهرات كثيرة صارت بالعراق، من ضمنها مظاهرة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احتجاجا على محاولات تمرير قانون الجرائم الإلكترونية بالبرلمان. ومصادر صحفية قالت أن المتظاهرين نددوا بما يمثله هذا القانون من تطبيق سياسة قمع الحريات وتكميم الأفواه وقمع حرية التعبير. يعني هاي أول مخالفة للدستور. والله ما دا أفتهم، والله العظيم ما دا أفتهم سياسيين شلون دا يشتغلون.
شو تجي الانتخابات قالوا الدستور وحكى الدستور والدستور شو يقول يمشي شغله تفيد الناس لا نرجع للدستور الدستور يوافق لو ما يوافق شغله تاذي الناس طز بالدستور شنو هو الدستور وفشي احنا كتبناه بدينا نتجاوز عليه نطلع قانون جديد بكيفنا انا هاي ما افتهمها احنا عندنا دستور لو ما عندنا المفروض هو الدستور هو يعني الشريعه الاولى سياسيا بالعراق هو القانون اللي يمشون عليه هو الشيء اللي من انكتب بعد ما يحيدون عنه الا بالعراق هو احنا عندنا دستور مطبوع وما شاء الله عليه تعبوا عليه شكلوا لجنه واخذوا فلوس وكتبوا وما ادري ايش قد بيه مواد ونشر بالانترنت وصدعوا روسنا بيه بس ما حد يشوف من عنده خير لا من نور المالكي اخذ الولايه الثانيه لا قانون جرائم المعلوماتيه لا قضيه سقوط الموصل لا قضيه سليم الجبوري لما صارت عليه قضيه تذكروها ام كرار من بغداد رجعت لنا حياك الله يا ام كرار ام كرار ام كرار لا تعاني من المشكله اللي يعاني منها الشعب العراقي من شماله الى جنوبه وهي قضيه الاتصالات وانه هم ما عندهم شبكه ما لوادم خلنا نحكيها هيك هاي ثالث مرة تتصل أم كرار بالبرنامج نريد ندخلها مدى نسمع أو مدى نسمعها أو ما عندها شبكة تغطي رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين إبراهيم السراجي قال أنه مشروع قانون جرائم المعلوماتية هو بحد ذاته محاولة لتحجيم حرية التعبير وتطويق حرية استخدام الإنترنت سراجي اعتقد انه الاحزاب الحاليه هي اللي دا تحاول تمرر هذا المشروع اللي يراد من عنده تحقيق او الحد من الانتقادات اللي يوجهها الشارع العراقي لظواهر وحالات سلبيه ناتجه عن سوء اداره السلطه وشدد على ان تشريع هذا القانون سيؤدي الى صناعه دكتاتوريه جديده والغاء حريه التعبير وحريه الصحافه يا بتعلموا من عمر بن الخطاب وقف على المنبر بأول يوم إلى قال قوموني حتى ولو بالسيف ما قال راح أصدر قانون اللي يحكي عليه أقص رأسه أنا ردفتهم شغلة صدق الصحفيين شلهم علاقة الصحفي والإعلامي والكاتب والذول اللي اسمهم السلطة الرابعة بابا افتهموا السلطة الرابعة يعني سلطة مثل ما انت سلطه ذولا همينا سلطه ذولا ما عندهم سلطه تنفيذيه ما ينفذون شيء بس يطبون بكل مكان ويحجون كل شيء عم يدروا يشوفوا الاعلام اللبناني ايش يسوي بالسياسيين شو انتم اول ما تجون على الصحفيين اول ما كتبتوا على القنوات اول ما سويتوا قرار قبل الصحفيين والاعلاميين ما تردون احد يحكي ابو عارف من باب الحياك الله ابو عارف السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك عيني استاذ أسهل شلون الصحة؟ هلا بيك أخوي. طبعا بالنسبة لموضوعكم اليوم للحلقة قانون الجرائم المعلوماتية. نعم. يعني هذا القانون صمم السياسيين لحماية أنفسهم أولا من الانتقادات اللي يوجهها لهم الشعب والناشطين المدنيين فبدل أن يوجهون كواتمهم وأسلحتهم ومطاراتهم وميليشياتهم لاغتيال هؤلاء الشباب الآن أوجدوا لهم قانون برعاية برلمان مزور وقضاة مسيسين بدل قتلهم وضعهم في السجون بتهم ممكن أن تسجن نصف الشعب العراقي يعني أنت ليس لك الحق أن تنتقد أي سياسي فاسد مثل نور المالكي حال انك انتقدته انه ضيع البلد دمر ميزانياته سلم بلد ب 18 محافظه سلمه بنقص 3 محافظات دمر ميزانيات لمده 8 سنين ميزانيات تجاريه هذا الشخص وضع حاولت انتقده باعتباره رمز سياسي عندهم فممكن ان يلج بيك في السجن وهو باقي بنفس منصبه يمارس فساده يمارس بلطجته السياسية على كل القوى السياسية الثانية اللي وياها
يشرعون السرقات وال نعم نعم نعم. شكرا شكرا جزيلا لك ابو عارف. طبعا احنا ما انتقدنا احد، احنا يعني ما دا انتقدهم لانهم لا يستحقون النقد اصلا، لا نور المالكي ولا هادي العامري ولا اي واحد بالعملية السياسية. احنا وصفناهم. هسه الطالب من يتخرج بالطبية مو يحطوا له الدق او ياخذ شهادة الدكتور يصير دكتور، انا قلت حرامي، هذا توصيفه، انا ما انتقدته. ام حيدر من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك أستاذ؟ أنا زقيت عليك وما حصلتكم. هلا بيك أختي. أخو فدوى لعينك أستاذ. قولي. يحشون على الحكومة والبرلمانيين، هي كلها حرامية، كلها دجالة. نعم. أنت تشوف هسه، شوف حال السجون، حال السجون طلع الكاظمي، الكاظمي يقول ماكو تعذيب بالسجون. والله والله والنبي محمد، مرة رحت لابني لقيتهم مكسرينه وشديت ثوبي وشديت رجلي وشديت جروحه، والله والله شديت جروحه مكسرين ابني بنتام بنتام ابن عطيفية. يقول تعذيب بالسجون استاذ، يقول ماكو تعذيب من طلع الكاظمي. من هو يقول ماكو تعذيب؟ ماكو تعذيب بالسجون من طلع صرح. نعم. صار الملابس قاعد نوديهم علاج علاج، يقول لي يوجعني بطني يطيح حبايه مال وجع راس، يقول لي يوجعني يطيح حبايه ما ادري من تي مفعوله. شو مفريلهم يعني؟ احنا نودي فلوس ياكلون بيها، الله اكبر. يعني انتم طلعوا السجون، طلعوا جوع عطش منار، وهو مظلوم استاذ، مظلوم حتى ضمور عنده بالدماغ خدوا العينك، وهسه بسجن التاجي. يعني نروح نودي فلوس ما ادري ياخذونا هم اصلا من جوز ما يوصلون، احنا ما نتواصل ويا ولدنا على مود نشوفهم، وهو لزموه بعمره 14 سنه لزموه. نعم. على مود على مود شغله خطف، والله هو كل شيء ما نسوي، بس احنا اللي يعني العالم انطينا فصل وقلنا ما يخالف يوم اللي يروح يتنازل ويا القاضي ويبصم ويوقع. غير طلع طلع مصطفى الكاظمي يقول والله مليارات، انا طلع الحيتان الكبار مليارات، الروس الكبار خلي يرجعون الفلوس للدوله ويطلعون. هسه ولدنا احنا متراضين ويا العشائر، انتم ليش ما تطلعون ولدنا؟ استاذ بعد لا نقدر احنا الحكومه، وين هي الحكومه؟ احنا عندنا حكومه، احنا اراء فلت منهج، احنا نحاكي يعني على ود استخبت بالأمم المتحدة، الأمم المتحدة احنا تأملنا من مصطفى الكاظمي، قلنا هذا إنسان راح يطلع ولدنا يعني أفشا وتعرينا، وهاي 9 سنوات وبس تنطب بشان الواحد ابني يصير لعشر سنين، وهو حدث استاذ حدث، مو تقول يعني بالغ ابن هسه يزور اكو هذه بالسجون وبالتاجي، زين ابن هسه هم تعلم تعلم انا يشرب، ليش تخلطون الزين ويا المو زين؟ ليش تخلطوني؟ استاذ وقت احنا قلوبنا مرمى، لا يعرفون امهات، لا يعرفون امهات، يعني امهات مشروع قلوبها على اولادها ما يعرفون استاذ. والله ما انا مليون على ابني يريد المنصور نواته، ما ادري ميت ما ادري عديل، والله ما ادري يا استاذ. نعم. يا استاذ انا احكي، انا احكي من قلبي دينار، قلبي دينار استاذ. استاذ انا قناتكم متابعتي ولا اشارك وياكم. لان بس انتم بس تطالبون على السجون، بس انتم تطالبون على المظلوم. يا انتم الروس الكبار واجبنا، وانتم الكبار لا تطلعنا، طلعوا اولادنا المظلومين، سلبوا دوله، نهبوا مال، المال العام نهبوه من عندكم، بويا مقشرين انتم مو مالكم، مقشرين ايش خليتوا انتم عندنا؟ خليتوا احنا بس ناخذ اولادنا ونشرد بعد ما ظلينا. يا استاذ والله تعبنا، اريد واحد يفضل، واحد مشكيله، اولادنا راحت من عندنا. نعم.
نعم. تسمح صوتي راح يصير سنه ما سمع صوت استاذ، هو مريض عنده ظهور بالدماغ، والله عنده ظهور بالدماغ. ابي بس اسمع صوته معك استاذ، يعني شو بنسوي؟ شو سوينا؟ نعم. هو انا اتذكر من شكرا شكرا لكم ام حيدر، وربي يبرد قلبك ان شاء الله ويقر عينك برجعة ابنك ان شاء الله يا رب. وهاي دموع غالية على كل مواطن عراقي مو بس علينا احنا، ربي يبرد قلبك ان شاء الله. هاي مشاكل الشعب العراقي، يعني احنا ذكرنا الفيضانات بالبداية وحكينا على الكهرباء وحكينا على الرواتب، حكينا على كل شيء، حكينا على الاتصالات والنازحين، اتصل نافع من ألمانيا وتكلم عن قضية النازحين، أم حيدر حكت عن قضية المعتقلين بالعراق. هذول كلهم السياسيين وجماعة مصطفى الكاظمي والحلبوسي وبرهام صالح وهادي العامري ونور المالكي، شلة الحرامية هاي اللي جتي للعراق من 2003 ما فكروا بيهم، بس فكروا بقانون جرائم المعلومات. هي تدرون ليش؟ لأنه بالإنترنت دا تطلع خياساتهم، فلهالسبب ما يردوكم تطلعون خياساتهم حتى العالم ما يشوف أنه العراق بمشاكل، لأنه العراق كان أغنى بلد بالعالم، هسه أفقر بلد بالعالم، لأن كل خيراته ترى مو إله، باعوها. نتحول إلى رسالة واتساب. أول رسالة وصلتني: تحية لكل المجاهدين في قناتكم الموقرة، بس أريد أعرف الربع اللي الله مسلطهم علينا ما يسمعون لو ما يشوفون، عمي دي طلعوا وانطوها الغيركم عذرا، لأن أنتم مو مال حكم، أنتم عصابة ومخربطة. تحياتي للجميع، الدكتور أبو صدام من الولايات المتحدة الأمريكية. تحية أخي العزيز، وبعد من أهل العمايم يطلعون على قنوات الحكومة ويسبون مخالفيهم بالدين وينشرون الكراهية والطائفية حلال، ومن السياسيين يستغلون القنوات والتواصل للتحشيد الطائفي مثال هاي أم سبعة بسبعة حلال، بس من يطلع عراقي مسكين يطلع قهرة من الظلم على الفيس يصير مجرم، شلون دولة فاشلة؟ الأولى عالميا بكل شيء. سيء تحياتي، أبو يوسف من الدنمارك. السلام عليكم أستاذ أفل، وياك أبو محمود من الرمادي. أستاذ، شو صار السكتة عن المغيبين بسيطرة الرزازة؟ والله أبرياء، ماكو أحد من الحكومة طالب بيهم، يعني شنو الشباب طلعوا من ظلم دواعش تلقم ظلم من قدامهم؟ أغلب ذولا الشباب عندهم أطفال، شنو مصير أطفالهم؟ أبائهم بالسجون دون ذنب؟ والله أبرياء، نطالب من مصطفى الكاظمي معرفة مصير أبنائنا المغيبين بسيطرة الرزازة، فرحوا الأهالي وأطفالهم بإطلاق سراحهم وهم بالسجون أكثر من 5 سنوات دون ذنب. والله أهل المعتقلين ينطون فلوس وما يقدرون يوصلون النتيجة، والله المحامين ما خلوا فلس على الأهالي المغيبين، ما ظل عدنا فلس، آخر شيء نبيع بيوتنا ونقعد أجار حتى نطلعهم، بس طلعوهم. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل. تحية طيبة لك وللجميع أستاذ أفل المحترم. العراق بيد أعداء العراق، والعراقيين أهل العراق أهل غيرة ونخوة، تخلوا عن مسؤولياتهم تجاه العراق وشعبه من الضيم والظلم الذي جرى للمواطنين أهل العراق على يد الأجهزة الأمنية القمعية والأحزاب الخردة اللي خزت كل أحزاب العالم، وهذه العملية السياسية الهزيلة بالعراق والإدارة الضعيفة أمام الميليشيات والأحزاب الإيرانية لا تترجى منهم خير لهذا البلد وشعبه سوى الدمار والانتقام، وآن الأوان على الشعب أن ينهض وأن يأخذ دوره وينقذ العراق من هالمحنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي العزيز، رسالة سرية وشخصية. السلام عليكم، تحياتي لكم ولسيد مدير القناة وكادر القناة. عجز اللسان عما يجري بالعراق من كافة الاغتيالات والتصفيات بالعراق ومشاكل اجتماعية سببها الحكومة. أستاذ أفل، أرفع شكواي إلى الله ثم لكم ولقناتكم الشريفة. تكفلت شخصيا ب 17 مليون وتكفلت شخص ب 17 مليون وانهزم، إضافة إلى القواعد 60%، هجم بيتي ومشاكل مع زوجتي وصلت إلى الطلاق نتيجة سببه، والمشاكل مستمرة لحد الآن، وطلعت من البيت ويوميا بمكان، وأي شخص أطلب منه يحسب الورقة 220,000 وأني متقاعد. أناشد قناتكم الشريفة مساندة المظلومين بوضع صورة حل، أنقذوا أولادي وزوجتي من الضياع، حتى لو تناجدون أي شخص وأي جمعية بالتسديد الأقساط، لأن ما عندي. وشكرا الشمري. السلام عليكم، نريد نطرح شكوانا بقناتكم الموقرة، نحن معلمي ذي قار، لحد الآن ما استلمنا راتب الشهر 10 و11، وشكرا لكم.
السلام عليكم وعلى قناتكم الوطنية الشريفة اللي همها الوحيد هو هم الشعب العراقي وحقوق الشعب العراقي. أما بالنسبة للموضوع المطروح فهاي الحكومة تمارس تكميم الأفواه وسلب حق المواطنين بإبداء رأي الحكومة بإبداء الرأي. حكومات فاسدة لحد النخاع لم تجلب لهذا الشعب المسكين سوى الفقر والحرمان وسلب الحقوق والحريات. مع التحيات أبو مهدي من الديوانية. السلام عليكم قناة الرافدين الفضائية. هذه رسالة للكاظمي. إذا أنت صدق تحب الشعب العراقي طلع المسجونين المظلومين مثل هاي المرة اللي تبكي بحرقة قلب. حسبي الله ونعم الوكيل على هالحكومة الفاسدة. وشكرا فاتن من ألمانيا. أكبر حرامي هو مقتدى وميليشياته الإرهابية. أطالب بمحاسبة مقتدى على جميع الجرائم. وهنالك شخص زي اتصل تقريبا أكثر من 10 اتصالات على برنامج الواتساب. أخوي العزيز أعتذر منك بس رقم الواتساب ما أقدر أستقبل بأي اتصال أو مكالمة صوتية فلا تزعل من أدنى. مشاهدين الكرام مشاكل العراق هواية. من عندها المنافذ الحدودية، من عندها الأدوية اللي ماذا تخضع إلى رقابة من الدولة، من عندها إلى أسعار الأدوية والأطباء اللي هلكة المواطنين، من عندها المواد الغذائية الفاسدة اللي دا تطب للعراق من الأرجنتين مثل ما قال عادل عبد المهدي، ومن عندها المخدرات اللي صار العراق مرتع لها علما أن العراق كانت الدولة الوحيدة بالعراق أو كانت الدولة الوحيدة بالعالم اللي ما بمخدرات. أما اليوم حدث ولا حرج، ولا كان بإيدز. أما اليوم حدث ولا حرج، آخرتها عدنا فيضانات. بس بالجديد صار عدنا قانون جرائم معلوماتية. فديروا بالكم. مشاهدينا الكرام نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. باكر في أمان الله.